لجنة المهندسات العربيات إحدى اللجان الدائمة في اتحاد المهندسين العرب، تم تشكيلها عام 2010 بقرار من المجلس الأعلى للاتحاد، إيماناً بالدور الهام والفاعل اللي تلعبه المهندسة العربية في الشأنين النقابي والشأن المهني، ومن أجل دعم ومساندة المهندسة العربية في تبوؤ المكان التي تستحقها في مجتمعها وفي مهنتها. الحقيقة أنه لجنة المهندسات العربيات تعمل من خلال خطة استراتيجية ومن خلال مجموعة من البرامج والأنشطة اللي تعمل على إيصال المهندسات لمواقع القرار، دعم مسيرتهم ووصولهم للقيادة والريادة التي تعتبر أساسية في الحصول على المكتسبات اللازمة لاستمرار ودعم مسيرتهم. يوجد دعم كبير من اللجنة من خلال نقابة المهندسين الأردنيين اللي استضافت هذه اللجنة، ويوجد تفاعل كبير من خلال المهندسات العربيات والمهندسات الأردنيات بشكل خاص. جائزة المهندسة العربية المتميزة هي جائزة تم الإعلان عنها في سنة الإعلامية للمهندسة العربية بال 2013. الهدف منها كان إبراز دور المهندسات الرائدات المبدعات في المجتمع، اللي يكونوا لإعطاء نموذج يحتذى به من قبل المهندسات الشابات. اللي بيميز هاي الجائزة أول إشي إنها بتسلط الضوء على المهندسات، وهذا إشي مهم لأنه مهم لإلنا كمهندسات نعرف مين اللي بيشتغلوا بنفس هذا المجال في العالم العربي، وبتفتح مجال إنه إحنا نتشارك معهم ونتواصل معهم. زي ما حكيت أنا، المبدأ الأساسي اليوم بالعمل الهندسي والمعماري إنه الناس يجتمعوا يشتغلوا مع بعض على شيء، على مشروع مثل مطار، أو بتلاقي بمشروع مثل المطار عندك 18 شركة هندسية بتشتغل عليه. لكن صراحة إذا يعني لو كانت كل البيئة حوالينا وما في الدافع الداخلي اللي يخلي الإنسان حريص على إنه دائما يبقى مستمر رح يموت. الحمد لله حققت مجموعة من النجاحات والمشاريع خلال تخرجي لهذه الفترة وحتى في عملي، كانت الخطوات اللي ساعدتني إني أنجح في هذا في هاي المجموعة المشاريع والإنجازات في حياتي إصراري ومثابرتي وتعاوني والشغل مع المجموعات، البحث عن مشاريع مسابقات مختلفة، تطور. الإشي اللي ساعدني إني أنا أكون مميزة هو إنه بديت أتعرف على ذاتي. ما في شخص بقدر يكون مميز وما في شخص بقدر ينتج أو يعني يحقق أحلامه من دون ما يكون هو عارف إيش قدراته وإيش هو بقدر يقدم وشو المواهب اللي أعطاه إياها ربنا. يعني بعتبر إنه أنا في بداياتي بشركة الكهرباء الوطنية كانت صعبة شوي لأنه ما كان في مهندسات كتير أصلاً، وكان في صعوبة يعني إنه المهندسين يتقبلوا أصلاً عمل المهندسة في هذاك الوقت. والحمد لله يعني على بعتبر إنه على مدار 23 سنة أنا حققت هذا إنجاز يعني كبير، بعتبر إني أوصل لمساعد مدير عام. والتميز أهم إشي فيه إنه الالتزام، الحب الإنجاز والشغل مع الجماعة والناس الفردية. أهم شغلة إنه لازم الواحد يكون عنده هدف محدد وراسم أهدافه قبل ما يبلش بأي عمل بده يعمله، وتكون الأهداف واضحة ومبينة للشخص اللي بده يكون بده يعملها. مش لازم الاستسلام بأي، أكيد في عقبات كتير وصعوبات أمام المهندسات من ناحية المجتمع أو من ناحية العمل أو في أي ناحية من نواحي الحياة، بس لازم يكون في تحدي للمهندسة حتى تثبت حالها وما تستسلم. للمرأة تطرق باب الهندسة هذا بداية خط التميز. كيف ممكن نكون متميزين بأنه حياة يعني نعمل بجد وبنشاط وبما تتطلب المهنة من تخصص، من دراسة، من اطلاع، من خبرة، ونطلع على كل ما يحيط فينا سواء في عالمنا العربي، في عالمنا في العالم الغربي، في تاريخنا العربي والإسلامي. You know, there is always challenges بالحياة، ما في إنه شيء بالسهل.
اللي بقدر أحكي إنه the more hard worker you are the more luckier you become. All it takes we have to work hard. لازم نشتغل كتير وما في شيء بيجي من فراغ. حتى نقدر إنه ننجح ونتميز لازم يكون إحنا نتعب حالنا بالعلم وكمان نتعب حالنا بالشغل نحكي قد ما هو أكتر منه hard work يكون smart work. كنت طول حياتي بحب أوضع لحالي أهداف كبيرة وأهداف صغيرة وأسعى دائما إلى تحقيقها وكون شعاري دائما في تحقيقها المثابرة والتوكل على الله. أهم إشي التوكل على الله والثقة بالله وأسعى بكل جهدي وما أيأس إني أحقق هذه الأهداف. أنا مثلا درست سيفل إنجينيرينج وبالماجستير كمان هندسة مدنية بس كمان رحت على الدورات اللي أنا بحس حالي مش فيها كمهندسة. فالدورات اللي كنت أخذها أخذت في الفاينانسينج، أخذت في الأربيتريشن، أخذت في الشؤون القانونية، في الكونتراكت، في البروكيورمنت. الإشي اللي إحنا أدور وين في إشي بنقصني. حتى لغة فرنسية تعلمت وبلشت أتعلم فيها، كنت أمين عام وتيجي المعلمة عندي آخر النهار والدر، يعني كل شيء لازم الواحد يتعلم. معايير شملت معايير مهنية، معايير علمية، معايير التنمية الذاتية والطموح لدى المهندسات. اللجنة كانت تتضمن مجموعة من المهندسين، المهندسين غطوا المجالات الأكاديمية، المجالات العلمية، المجالات النقابية، مجلس النقابة، المهندسات العربيات والمهندسات الأردنيات والقطاع العام. الكلمة اللي بدي أحكيها للمهندسات، أول إشي بدي أقول إنه مهنتنا ممتعة جداً، ترى صعبة صح بس هي ممتعة جداً، فهذا اللي يمكن بخلي الواحد بده كل يوم يقوم يشتغل أكثر. فمن هون أنا بقول إنه نطلع على الإيجابية بالموضوع أكثر من الصعوبة. التحدي نقلبها لفرصة برأيي، هذه موضوع أنا بالنسبة لي حسيت طول عمري إنه نقعد ونشكي على الموضوع ما رح يحله، بينما احنا نطلع انها هي فرصه وبالتالي احنا شو لازم نعمل لان نقلب التحدي لاشي نقدر نستفيد منه وبالتالي هذا موضوع تاني.